يقال خذوا الحكمة من أفواه المجانين، ونقول مجازاً خذوا الدين من فم رامي مخلوف. فيسبوك أصبح منبراً لنشر الوعظ والأدعية الدينية بفضل المستجير من ظلم زوجة رئيسه، فقرر بكامل إرادته التضرع والابتهال لعل الظلم يرفع عنه. أما شركات الهاتف المحمول في سوريا دخلت الفرامة بعد أن تكشفت خيوط امتلاك الشركتين الوحيدتين في سوريا لنفس الشخص تقريباً، فعصفت فيها الاستقالات بشكل مفاجئ. ولأن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، ما كان من بشار الأسد إلا أن سحب الدسم من وزارة التجارة وحماية المستهلك في حكومته بالشخوص والقرارات. القضية لا تحتمل المزاح، فالمعسكر الآخر متغلغل في كل مفاصل الاقتصاد ومؤسساته داخل سوريا. البنزين المدعوم لم يعد مدعوماً، وشرط الحصول عليه أصبح أصعب من فيزا الولايات المتحدة. الليرة والذهب ضيفان دائمان في مؤشرات الهبوط، والحال إلى أسوأ. أما في عاصمة النور فسيشتم أنفك رائحة الطعام السوري إذا ما مررت بمنطقة مونتروي الباريسية، مع مطبخ لسوريين في مواجهة كورونا.